هو اولا اول حضور ديالي في مهرجان سيني بلاج، وهاد الدورة الرابعة تم فيها تكريمي أنا والقيدومة السيدة الفاضلة أمينة رشيد ومجدولين إدريسي والفنانة سمية الخشاب. هو سعادة وفرحة، وهي مجموعة الأحاسيس الإيجابية، سعادة وفرحة واعتراف وتقدير لمسار فني طويل ديال 30 سنة. انا صراحه زعما ما كانش عندي فكره انه كاينه قيمه ماليه. القيمه ماليه قيمه شنو يعني؟ قيمه ماليه هي رمزيه لا تضاهي مسار لا أمينة رشيد ولا مساري ولا مسار مجنون الإدريسي كجيل ثالث. يستاهلوا ضعف 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 اضعاف هذه القيمه، ولكن هي التفاته جميله بحال ان بوتي كادو دو ريكونيسانس يشكر عليها بزاف كثير المدير مهرجان عبد الواحد المجاهد والطاقم الصاير على هذه التظاهره المتفرده اللي كنعتبرها يعني بسمتها خاصه، لانه افلام كت يعني تبت في شاشه كبيره قرب شاطئ وداك الشيء، يعني فكره جميله. اولا رمضان يصادف الصيف، كاين هذا المعطى اللي هو قبل كان رمضان كيجي في البرد، كان كيجي في الربيع، دابا رجع كيجي في شهر 5. العام الجاي ان شاء الله الا حيينا غيجي في شهر 6. دونك وفتره الصيف عموما كتكون فتره ديال العطل، عطل المدرسيه، عطل ديال الموظفين، عطل ديال وكاين عاوتاني حنا مرتبطين على مستوى التلفزيون ولا على مستوى السينما بدعم الدوله اللي هو دعم صندوق ديال المركز السينمائي ولي زابيل دوفر ديال التلفزيون اللي كيكونوا هما يعني مرتين في السنه، كاينين في شهر 9 وكاين يمكن في شهر 5 أو 4. ف وجميع الاعمال تقريبا اللي تصورت كتكون اغلبيتها بثت في رمضان، فكتكون هذه الفتره انا كنظن انها زعما مساله ايجابيه. هذه الفتره كتكون هي فتره استراحه محارب، وكياخذ الانسان كيعاود يجدد لنا الطاقه، كيمشي عطله مع وليداتو، كيستمتع بالصيف وداك الشيء، ومن بعد شهر يعني الاخر ديال وكتصادف عاوتاني هاد السنه العيد، فالناس مربوطه بمجموعه ديال الحوايج في هذا الصيف، وان شاء الله في شهر 9 عاوتاني الانسان كينطلق انطلاقه جديده. انا اعشق الدراما، زعما انا تركيبتي كي دايره، انا بوكو بلوس دراميه كوميديا، كفنانه كوميديا. كانت تجارب الحمد لله قليله ولكن كانت ناجحه. عائله السي مربوح في الكوميديا كنتكلم، كان سعدي بناتي، يعني ما درتش اعمال كثيره، كانت تيلي فيلم شريط تلفزيوني مع فركوس الراحه والسياحه، هي تجارب قليله ولكن كانت الحمد لله لقات صدى طيب عند الجمهور. ولكن انا تركيبتي انا اميل اكثر الى الدراما، الى الشخصيات المركبة والمعقدة والرزينة واللي يعني كيتبعها المتتبع باش يعرف الخبايا ديال هذه الشخصية. فالحمد لله أنه رجعت مقلة فعلا في أعمالي، ولكن رجعت متريتة وناضجة في اختياراتي الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الأعمال اللي صورت مؤخرا تلقى نفس الاستحسان ونفس الإعجاب ديال الجمهور. انا ديما تنقولها، انا كنقول يا كان جرأة او 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 شجاعه في طرح قضايا اللي ما عمرنا وصلنا نطرحوهم في الاعمال السينمائيه، قضايا كثيره مازال ما وصلنا ليها، قضايا ديال الاغتصابات ديال الاطفال، ديال التعذيبات اللي كتوقع دابا، ديال المسائل القصريه اللي كاينه قضايا خاصها تطرح ما تتهدرش عليها. انا بالنسبه لي هذه الجرأة الرئيسيه واللي هي المعقوله وهي هذه الحقيقيه اللي ممكن. اما باش تجيب لي انا ممثله ولا تجيب لي مانكا وتعريها وتقول لي حقا بوغ فيغ لو باز، انا ماشي مع الميوعه، انا ماشي ممثله ديال الاعمال الاباحيه، باش انا خارج هذا الاطار اولا، وماشي مع هذا الطرح. انا فيلم الا كان فيه شي حاجه من هذا الشيء ما تندخلش فيه، وحاسمه سنين هذه في هذا القرار. انا كنتمي لمجتمع مغربي، تنتعيش مع الناس، عايشه في وسط عائله، تنخرج للمارشي، تنخرج كنتلاقى مع ناس، انا ما عايشاش في غابه بوحديتي. دونك انا نبغي نفس النظره اللي تلقاو عليا الناس هذه 30 سنه تبقى نفسها، بنفس الاحترام، بنفس الرقي، بنفس التواضع. حنا مغاربه، انا
ما عنديش هاد القضية. وكما قلت لك الجور أي لا كانت ما تكونش في البوسان وفي التعنق وفي العري، هذيك سميتها الابتدال والعري المجاني، أنا بالنسبة لي أنا ضده. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.